تبدأ تحديد ليلة القدر، يعني المغرب العصر قبل بعد؟ ليلة القدر تبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الليل لا يكون إلا كذلك. فالليل الشرعي يبتدئ بغروب شمس اليوم وينقضي بطلوع الفجر الصادق، فكل هذا داخل في ما يتعلق بفضل ليلة القدر الذي قال فيه تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالبركة في ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين الله تعالى منتهاها في هذه الآية، وأما وهو طلوع الفجر، وأما منتهاها وأما مبتداها فبالتأكيد أنه من غروب الشمس اليوم السابق لها، لأن الليل لا يبتدئ إلا بغروب الشمس من كل يوم. وبالتالي كل ما في ليلة القدر من فضائل يكون في الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. سؤالها الآخر يا شيخ، تقول: عندي عمال غير مسلمين يطلبون بعض الأشياء